إلى مجلس الأمة، وينضم إلينا من هناك الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت. نواف، ما هي الأجواء بعد الجلسة اليوم؟ تفضل نواف. تحية لك صالح مجددا. مثل ما تفضلت، احنا الان متواجدين في مبنى مجلس الأمة وذلك لتغطية الجلسة الخاصة الإعلانية، وحقيقة الجميع تشرف هنا بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وأدى سموه اليمين الدستورية في مجلس الأمة، وبعد ذلك كان هناك النطق السامي لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، واستمعنا إلى كلمات سموه والتي تحدث فيها مؤكدا على أهمية المرحلة المقبلة، وأيضا على أن يكون هناك استمرار في التعاون بين السلطتين، وتحدث سموه أيضا عن الأولويات في المرحلة المقبلة وأهمية العمل من أجل مصلحة الوطن والمواطن. وبعد ذلك أيضا كانت هناك كلمة لرئيس السلطة التشريعية سيد أحمد عبد العزيز السعدون رئيس مجلس الأمة، وأشار أيضا في كلمته إلى أهمية المرحلة المقبلة والالتزام في إنجاح المرحلة المقبلة من خلال التعاون بين السلطتين والتشريعات والالتزام بالتشريعات التي بالفعل تصب في مصلحة الوطن والمواطن. بعد ذلك انتهت الجلسة الخاصة العلنية وغادر سموه في هذا الوقت. نعم، إذن كل الشكر والتقدير للزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، كان معنا من مجلس الأمة.